طبعا هذه واحات نخيل، يعني بدينا في الواحات. نحن واحات النخيل ما شاء الله تبارك الله، ما راح نغطي التصوير كامل في الواحات، لكن راح ناخذ بعض الصور. هذه النخيل طبعا تمتد تقريبا على طول يمكن 70 كيلو، كلها نخيل، مجموعة من الشباب جالسين في واحات النخيل. طبعا تقريبا العرض يمكن 10 كيلو، لكن ما تبان، ممكن من منطقة أعلى تكون باينة أكثر. هذا عندهم خيمة هنا تقريبا، الله أعلم أنه عندهم العزة هنا، الناس متجمعين، هذول يقيموا الخيام هنا في العزة. هذا رجل شيخ. هذه بعض الواحات أكيد إن شاء الله. هذا لا هناك في يعني هذه لازمنا يعني في الطريق الواصل بين يعني احنا متجهين للراشدية، يعني لو تركنا التصوير حناخذ يعني وقت طويل جدا، لكن حنضطر بعدين نقطع بعض التصوير. هذه الواحات ممتدة طبعا على الطريق، يعني مسافة تقريبا 70 كيلو، كلها نخيل ما شاء الله. طبعا طريق جميل جدا، هو صراحة طريق واحد لكنه يعني ممتع. هذا ما شاء الله وادي، هذا الوادي فيه الماء وفيه هذا محطة بنزين. هذه منطقة اسمها يعني أوفوس. بعد أرفوس أوفوس. هذه منطقة طبعا فيها منطقة صغيرة تسمى أوفوس. استغفر الله العظيم من كل ذنب من أبيه. يا عبد الغني، يا عبد الغني، نبغى نشوف يا عبد الغني.
جميل. الله يوفقك يا اخي، ندعي لك بس. كلام جميل ها؟ اي والله ندعي لك دعاء للرحمن. جزاك الله خير. ولقينا ولقينا مع الناس الطيبين يا اخي. اي والله والله الناس الطيبين ورجعوا فيك جواز دين ورجعوا فيك ايمان. الحمد لله. ويجيبوا لك الخشع على قلبك ويحطوا الدموع على عيونك. العلم نور. اي نعم العلم نور. ولا حبك الله اعطاك العلم. صحيح. لا حبك الله اعطاك العلم. يبغى لنا مويه طال عمرك بعد الاكل اللي اكلنا. ايوه ايوه. ما قصر العائله اليوم اعطونا من الاكل حقهم. خلاص الله اخي تستاهل كل خير. وجبتك تجيب رزق يا اخي، يعني وجبتك عليها نصوحه وعليها فتح. الحمد لله. كانت التمشية اليوم جميلة يا أبو عمر ها؟ والله مشينا من المزيرة كويسة، ويعني الحمد لله استفدنا. نعم طبعا طبعا. واستطلعنا وشفنا. شفت وبعدين إن شاء الله تدي البلد الفيديو. لا لا دائما أنا أسجل فيديوهات عن المغرب كثيرة. وانتشرت. وانزلها يعني. أيوه وانزل الأشياء الجميلة. زي كل عين الحين تنتشر دين وتنتشر كلام وتنتشر تاريخ. صحيح. زي بعد الورع يجي كيما تقول. ما زي كيف تقول انت بعد شويه عزك الله وتقول يجي ورع ويدقها بنومه في الفندق بالليل وبالنهار وبعدين يطلع. دقيقه خلينا نوقف هذا شويه.